أولا شكرا لقناة مدار 21 التي تناولت هكذا موضوع، وبعد الدعوة التي أطلقتها منظمة مطقش ولدي لجمع أكبر عدد من التوقيعات للتصدي لظاهرة استقطاب الأطفال عن طريق مواقع إلكترونية إباحية، والتي طبعا تحت غلاف التواصل والتعارف، ولكن هذه المواقع كلها مصنوعة أو مخترقة من طرف البيدوفيل على المستوى الدولي، والذين يتاجرون في الأطفال ويدلون الوصول إليهم وربط علاقات معهم، وكذلك محاولة إغراء هذه الأطفال بالأموال وبالهدايا من أجل استغلالهم جنسيا، ولما لا من أجل المتاجرة فيهم وحتى ربما بيع أعضائهم. لذلك يجب أن ندق ناقوس الخطر وأن نعلم ونعلم الجميع بما فيهم الآباء والأمهات وكذلك السلطات والجهات المعنية وكذلك المجتمع المدني والصحافة أيضا، على أن هناك خطر يداهم أطفالنا. يجب أن نتصدى لهذه الظواهر، يجب أن نحمي أطفالنا عن طريق التوعية، عن طريق التحسيس. المسألة لا تقف عند هذا الحد، رأينا أمام هذا الصيف الساخن سخونة من نوع آخر، هو هذا الهيجان الذي حدث في مجال الاعتداء الجنسي على الأطفال. فكان صيف ليس ككل صيف، كانت هناك الكثير من الجرائم في حق الطفولة، ومعناه أن هناك حملة شرسة من طرف المواقع ومن طرف أشخاص يريدون التجارة في البشر، يريدون التجارة في الأطفال، وهناك حمى تصيب هؤلاء. لماذا؟ لأن كذلك بمقدار أن هناك التصدي الكبير لهذه الظواهر، فهناك المقاومة ديال هذه المجموعات المريضة التي تريد أن تخترق المجتمعات وأن تخرب المجتمعات عن طريق تخريب أطفالهم وتخريب المستقبل. فهناك كذلك على المستوى البعثات وجدنا مقررات التي تدعو إلى المثلية، تحرض على المثلية، تحرض على الإباحية. فطبعا كذلك وزارة التربية الوطنية مشكورة تصدت وطمأنت للمواطنين على أنها خلقت لجنة للمراقبة وللتتبع وللتصدي لهكذا ظواهر، كي لا يبقى أبناؤنا في مهب الريح، ولكي نضع غطاء حمائيا لأطفالنا من كل ممارسات قد تمس بإخلاقهم، قد تمس بسمعة هذا البلد الشريف الذي بني بدماء الشرفاء وبتضحياتهم، ولا نسمح أبدا لكي يعبث أي من كان بأطفالنا، لأنهم هم رهان مستقبلنا ورهان نجاحاتنا جميعا في المستقبل. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.